جيم، كل من يبعث هدية بين قوسين قنديلا، كل من يبعث هدية إلى مشهد فهو خفيف العقل. هذا هو أصل الحكم والقاعدة الكلية التي اعتمدها ابن كثير، فحكم بخفة عقل لؤلؤ. وهذا يعني، وكما نقول ونؤكد، أن منهج التيمية يحكم بخفة عقل وجهل كل المسلمين ممن يبعث هدايا مادية ومعنوية إلى مشهد الرسول الكريم ومشاهد آل بيته الكرام ومشاهد الأولياء الصالحين. إذن يحكم المنهج التيمي بخفة عقل وجهل كل المسلمين ممن يبعث هدايا مادية ومعنوية إلى مشهد الرسول الكريم أو مشاهد آل بيته الكرام أو مشاهد الأولياء الصالحين صلوات الله عليهم أجمعين، فتبقى فقط فرقتهم الناجية المجسمة، حزب الرب الشاب الأمرد الأسطوري المتصور بمليارات الصور والأشكال والمتجسد بمليارات الأجسام. دال لم يذكر أهم حدث وأخطره وأفظعه قام به لؤلؤ، فتحدث عن عمره وعن شكله وجماله وتحدث عن غير ذلك، لكنه لم يذكر خيانة لؤلؤ ودوره في سقوط بغداد والخلافة من خلال الدعم العسكري وتأمين مؤونة عساكر التتار من مأكل ومشرب ومسكن وتأمين الطريق وإمدادهم بالعساكر. فهل نسي هذا؟ بالتأكيد لا يمكن أن ينساه، فهو قد أشار إليه في مورد آخر في كتابه. لكنه المكر والخبث ومهارة التدليس وبراعة التدليس، إنه يعلم ويتيقن أن طرحه فرية تشيع لؤلؤ لكي يدفع ما سجله على منهجهم التكفير الفاسد وتدليسهم في اتهام ابن العلقمي بالخيانة وتحميله السبب الرئيس في سقوط بغداد وإنهاء الخلافة ومرافقها وتبعها من أهوال، فيأتي الاحتجاج عليه بخيانة لؤلؤ التيمي المارق غير الشيعي، فأتى بأكذوب التشيع لؤلؤ لدفع ذلك. لاحظ أين التدليس وأين براعة التدليس ومهارة التدليس. لاحظ، يعلم هو يتيقن أن فرية تشيع لؤلؤ لماذا أتى بها، يعلم أنه أتى بها حتى يدفع ما سجل على منهجهم التكفير الفاسد وتدليسهم في اتهام ابن العلقمي بالخيانة وتحميله السبب الرئيس في سقوط بغداد وإنهاء الخلافة وما رافقها وتبعها من أهوال، فيأتي عليهم الإشكال، فيأتي الاحتجاج عليهم على المنهج التيمي بخيانة لؤلؤ التيمي المارغ غير الشيعي. فماذا يفعل إذن هنا؟ فأتى بأكذوب التشيع لؤلؤ لدفع ذلك، لدفع الإشكال، لدفع الاحتجاج. وإذا ثبتت خيانة لؤلؤ، على كل حال لا يمكن التخلص من خيانة لؤلؤ، فماذا يفعل؟ فإنه جعل طريقا باطنا للتخلص من التناقض والاضطراب الفكري عنده وأئمته وعند أئمته، فيسلك طريق الكذب والافتراء الجديد بتشيع لؤلؤ، فتبقى الخيانة شيعية تدور حول ابن العلقمي، فيظن واهما أنه قد سد كل أبواب النقد والاعتراض والتسفيه التي تسجل على أكاذيبه. وهنا لم يتحدث عن خيانة لؤلؤ في سقوط بغداد والخلافة،